ده لابس مايو على الكلسون. ايه ده؟ ده لابس مايو على الكلسون. انا صحي الواد ده. صحي لي زيكو، صحي لي زيكو اما نشوف صاحب مين. انت يا زفت اللي اسمك سيكو، انت يا ولد. عايز يا يما. يا حسبي يا عم طيب. قال لك اه. حسبي يا ست انت. في امي تصاحب بها تدوس عليه وادوس على وشك كمان. ليه هو انا صرصار؟ ما تعليش حسك يا انت بتزعجيني. انت ما تعليش حسك يا واد. ما تشوف يا امي بتزعجني. ما تعليش صوتك على ام. ايه اللي بتزعجني؟ قلت ما تعليش صوتك على ام. يا لهوي على الفرحه اللي انا فيها. بقيت ابوك. اللحظة اللي مستنيها بقالي 5 سنين. 5 سنين نفسي اربيك في مرة. وهي حصلت وبقيت ابوك. ومن حج ربي. انا مش عايز حاجة من الدنيا، انا فرحان فرحة. فرحان فرحة يا جماعة. خلاص يابا ما بقاش قلبك اسود. قلبي اسود من اللي كان بيعمله فيا ابويا. جدي انا ما حضرتش ايام جدي. ما حضرتش يده. فاكر عبد الغفور البرعي؟ عبد الغفور مين؟ فاكر البواب ياض وابنه؟ بواب مين؟ فاكر؟ من ايه يابا؟ تلف الدنيا وبجابوك وربيك. ومش هينفع تضرب ابوك. هنعلم الاطفال حاجات غلط؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش نعلمهم. ماشي. انت اللي هتفلت ب10. خلاص. الجفا اللي هيفلت ب10 جفيان كده كده. جفيان؟ ايوه يا لهوي. انت هتعمل لي كده؟ ما تشعوذنيش عليه. خلاص بقى يا دياس سيبيه. ايه عمال تلطش في الواد؟ لا ايوه كده الام يعني الحنان. عمال تلطش فيه تلطش فيه. انا اطشه ازاي يا الله. اللهم صل على النبي عليكي. خدت بالك من الفخده اللي نزلت على وشك دي؟ دي ديها ولا رجليها دي يابا؟ دي والله ما عارف يا ابني. لا تعالى اوريك الفرق يا واد. لا 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 تعالى اوريك الفرق بين ايدي ورجلي. لا 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 استني استني استني، ده انت سخنتيني ابدا من الاول. ليه ليه؟ مش عارف ليه عزيز النني عايز اربيه من الاول. لا لا. يا لهوي على الفرقه. خلاص 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 بقى يا اولاد الرجل. بس 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 اللهم لك الحمد والشكر. ده نسجد. انزل اسجد من الفرحه. ليه ليه؟ اداني اللي كان نفسي فيه. ليه؟ طفل يشتم ابوه. ليه؟ هتتكذب كده على النت؟ ده انا قصدي شخصياتكم الحقيقيه. شخصياتنا بس احنا بنرد بالشخصيات اللي في المسرحيه. ايه يا ضياستي؟ طفل يشتم ابوه، اذا ابوه يجب ان يربيه. يربيه؟ عقد يا قلم. فين الشلاليت يا اخي بقى؟ لا قال لك لا مصلها كانت بتنزل على جفايا تخليه طول كده. فاكر؟ مش فاكر. انا ابنك حرام عليك. ابني ده انا بقول لك ايه. محدش هيخش بعدين خلاص. ليه؟ المسرحيه هتقفل علينا احنا الثلاثه.